زفت ما تجيبش حاجه يا دحوك. خد تعالى بعد كده روح امك، اي حد يسالك على اسمك تقول صلاح، صلاح وبس. حسك عينك سلطان ديديك على لسانك، فاهم؟ حاضر هقول صلاح وبس. بقول لك ايه يابا، حل عن نفوخي لحسن، دماغي فايره. وما تقوليش يابا دي تاني، انت مش خلاص رحت الفود عشان تتاجر معاه في الصنف؟ روح اقعد عنده، البت في حجره روح امك. انما هنا احنا لا بنقعد شمامين ولا مدرجيه. في ايه يا عم على اخر الليل يا مرزاوي والسلام؟ ايوه هي مرزاوي والسلام، وعليا الطلاب الثلاثه صلاح ما انت قاعد فيها. يلا قوم. طب على الحرام انا ايه؟ انت يا عم بتصف عليا؟ انت بتصف على مطوه؟ انت ليه بتصف على مطوه على ابوك؟ هو يا سيد بتفتح على المطوه؟ ادي السكه حوكه. هتخرج يا عم انت تعمل علي انا ذكر بس اسمعك وعلى اللي خلفوك. وش عرف امي؟ ده بلغ عنك يا وش خصايا. تربيت النسوان. تربيت النسوان؟ روح لم نسوانك انت اخويا. بقول لك اوعى سيد. خلاص ندخل في ده يا ياض. خلاص يا دكتور. خلاص يا جدعان خلصان. حكايه عايزين تتفرجوا عليها وخلاص. طلع حضرتك الوشخه. خلاص بقى يا عم سلطان. ما هو كله منك يا سيد. طب تعالى بس. تعالى. صلى على النبي. اقعد يا عم انت وهو. ده في ايه؟ حصل ايه ده كله؟ عيل رضع زباله يا عم. سيبك منه خلاص، اهدى بقى. ولا سيد، من يوم ابوك ما جراله اللي جراله انا بخلت عليك بحاجه، مش من ساعتها وانا واقف ظهري ليك واخواتك عيالي والحاره كلها شاهد على كده. امين. وعمر ما حد قال ان انت بخلت علينا، لا برزق ولا بحنيه. اما رحت الفضل يا سيد عشان الدنيا هي اللي بخلت علينا، ماشيه في وسطينا وراسها والف سيف، تحطنا على سكه مش على هوانا. لا 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 يا سيد، لا ده كلام أبالسة، ما تخلش عليا، شوف لي كلام غير ده. انت اللي عايز تخش السكة الشمال يا سيد بتسعالها. ايه اللي حصل لأختك رحاب ده؟ ما خبطكش على نفوخك وفوقك؟ ايه معلم، ايه اللي دخل رحاب في الليلة دي؟ زي بقى اللي دخلها، ربنا بيحبك يا سيد، حب يفكرك ان في رقبتك ولاية ما ينفعش تدخل عليهم مال حرام تلطهم بيه. انت فكنتش كده يا سيد؟ ايه اللي جرالك؟ جرالي كتير، جرالي كتير يا معلم، بس مش وقت نحكي في الليلة دي. ولو على صلاح حسن لكولك في ثانيه وانا هكمل لوحدي. لا 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 لا، انت ايه تفكر ان القعده اللي بيني وبينك دي عشان صلاح؟ ما يولع صلاح واللي جابه صلاح حتى بجاز وشك. يا سيد انت نسيت ابوك ولا ايه؟ نسيت ابوك واللي جراله؟ ما كنتش عايز تبقى زيه؟ عايز تبقى ميت وانت عايش على الدنيا يا سيد؟ الزمن غير الزمن يا معلم، الله يبارك لك، سيب ابويا في حاله، ما تدفرش الموضوع في بعضيه، انا فاهم كل حاجه. علي الطلاق ما انت فاهم حاجه يا سيد. انت فاهم ان كار المخدرات ده معلامة وصياعه وبير فلوس مهما تهبش منه مش هينشف؟ اسمع كلام اللي روح يا ابني، الجار ده ملوش عزيز، عارف ليه يا سيد؟ عشان زي ما قلت بير فلوس، اول ميته ما بتبان كله بيدوس على رقبه التاني. طب يبقى ليه بقى؟ نهايه الكلام يا معلم، انت مشيت في سكه ورجعت ومحدش يقدر يلومك، ضلعك واحكم عليه براحتك، ملناش فيه، لكن انا مكمل ومفيش حد هيوقفني. اهدى بقى، اهدى ورايح بالك وطمن قلبك. يا بلبل عملت ايه؟ حصل؟ لازم يحصل، مش خطتك؟ امسك عنوان العريس طبعا لحق.